يا جماعة، أنا معزوم على مسرحية ودي أول مرة أروح فيها مسرح في حياتي تقريبا. وطبعا رايح المسرحية دي لفنانة معروفة وموجودة معانا هنا على التيك توك، خالها مطرب مشهور ووالدتها ممثلة قديمة ممتازة. يا ترى بقى هتعرفوها؟ لأ، فكروا لحد ما أوريكم باقي اليوم بتاعنا إن شاء الله لحد ما نوصل للمسرحية. وصلنا بقى دلوقتي مسرح البالون عشان نتفرج على مسرحية شفيقة المصرية اللي فيها الفنانة الجميلة منة جلال وعدد كبير جدا من نجوم الفن. مسرح البالون العظيم، النجم الجميل سامح يسري، دعاء سلام، فنانة علا رامي، شيرين موسى، إيهام رمضان، سعيد البارودي، وطبعا النجمة الكبيرة اللي عزمنا على المسرحية منة جلال، صديقنا نجم التيك توك ونجم الكوميديا وائل علاء، أسماء البابوري، محمد عمر. دلوقتي بقى قاعدين نشرب حاجة على الكافيتيريا قبل المسرحية أنا وصديقي مصطفى سعيد. ده بقى وأنا في المسرح يا جماعة. ده هتعمل بلاوي، احنا بقى كلكنا نحترم بعض، فلما انت تشوفني وتندهلي تقول لي ايه؟ يا استاذ محمد. شكرا لك يا ولد. شنكلي افهم انا منها ايه دي بقى ان شاء الله. تتغير حالك، تتغير، اتفضل. مزيكا يا لا لا زكي، قوم. بقول لك ايه؟ زكي وعفو بتتكلم بجد. هنا بقى قابلت نجوم المسرحية بعد العرض، النجمة الجميلة علا رامي، وكمان النجمة اللي عزمان على العرض المسرحي الجميل ده الفنانة منة جلال، وكمان المطرب والممثل المتألق الفنان الجميل سامح يسري. وهتلاقوا اللقاءات دي كلها بالكامل على الانستا. كده خلصنا المسرحية انا والاستاذ مصطفى سعيد. المسرحية كانت حلوة جميلة بجد. مين اكتر شخصية عجبتك؟ لا بس هو كان حلو. المسرحيه في المجمل كلها كانت حلوه. انت كنت نايم في المسرحيه بيه؟ لا والله دخلت الحمام بس كذا مره، 10 مرات.